السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية وكنشكروا جريدة اليوم 24 على الاستضافة ديالها والتقييم ديالنا هذه الوقفة هذه الفجائية. رضوان إزاروان كاتب محلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عضو المكتب الوطني، نائب كاتب إقليمي. وبالتالي الوقفة اليوم جات هي في حد ذاتها إنذارية وفجائية. كما كيعرف الجميع على أن هناك محطات مكناس وتمسنا باتجاه مرتين المضيق. هناك عدة معاناة كيعيشها السائق يوميا بخصوص طبيعة الحال مولد القوت اليومي ديالو، وبالتالي رفع قبعة رفع واحد النوع ديال التحدي اللي هو محاربة الفساد، اللي هما النقاط السوداء والعشوائية اللي كنشكيو منهم دائما وأبدا. النقاط السوداء اللي هما معروفين، محطة قصر الأمين، بومبة حمزة، شارع الجيش الملكي، هادو نقاط كتعتبر نقاط سوداء وكتضعف المدخول اليومي للمحطات تمسنا ومكناس. بالنسبه للمحضر الاجتماع كنناديو، عملنا محضر اجتماع وما اتفق عليه محاربه سيارة الوافده، كذلك احترام نقطه انطلاقه. حنا كنعانيو محطه ديال مكناس وتمسنا كتعيش الحضيض بهذا المفهوم، هذا كتعيش معاناه والموس وصل العظم، وبالتالي ما يمكنش يبقى انسان ساكت على هذا. وكهيئات نقابيه نزلنا وناقشنا وطرقنا هذا الموضوع هذا، وبالتالي الاخوان ارتأوا اليوم غادي يخرجوا نعين المكان ويعملوا وقفه انذاريه احتجاجيه على هذا الوضع اللي ما كيفرحش، وهذا الوضع هذا اللي خصو السلطه تضرب بيد من الحديد، لان النقاط السوداء اللي هي حاليا اللي كتهرس هذه المحطات. وبالتالي حنا كنطالبوا بمزيد من المحطات اضافيه باش ما تبقاش هذه العشوائيه وهذه الفوضى. وشكرا لجريدة فاتكا. كما كتشوف الاخوان اضطروا انهم يخرجوا من المحطات ديالهم الشارع العام باش يبلغوا الصوت ديالهم. ماشي وقفه منظمه ولا وقفه متبنيه شي تنظيم، وقفه عفويه يعني بدافع من المهنيين انفسهم، لانه الصلب المهنيين في هذه المحطه ديال تمسنا اللي كتشتغل في اتجاه مرتيل، ومحطه مكناس اللي كتشتغل في اتجاه المضيق، وصل الى واحد المستوى من الحضيض من العمل، حتى بالدرجه ان اصبح المهني معرض للطرد نظرا يعني واحد القوت اليومي ديالو اصبح منتهك من الفوضويين والعشوائيين اللي ما جبرنا لهمش الحل، والسلطات عاجزه عن وضع حل لهذا الشيء هذا. حنا كنطالبوا بالحمايه، انا واحد من الناس اللي كيشتغل في هذه المحطه هذه واللي واكل العصا مع اخوتي، كنطالبوا من السلطات كامله تحمل المسؤوليه ديالها باش تحمي هاد المهنيين اللي هما داخلين في هاد الدروبه هادو، عباره عن كما كيسميوهم مقابر جماعيه للمهنيين. حنا كنندوا بهذا الوضع العام اللي كيسد، ما يمكنش الطاكسي ينضبط، يطالب بالنظام، يطالب بالحمايه، وعموم الطاكسيات سواء الطاكسي ديال تطوان سواء الطاكسيات الوافده لا تحترم بشروط العمل وبالمهنيه. كيبقى المهني بين امرين، اما غادي ينتفض ويخرج يعمل الاحتجاج بالطريقه ديالو، وهنا كنفتح قوس كنقول ان المهني هو اللي دفع لهذا الامر هذا، يعني بعيدا عن القرار النقابي. هنا الخطوره كتكمن، بما ان النقابه يمكن الدور ديالها تميع، اصبح المهني بغى يدافع على القوت اليومي ديالو بيده، وهذا حق مشروع. من خلالكم وكنحييكم مره اخرى، كنبلغ الصوت ديالي للمجتمع المدني الفاعل في مدينه تطوان، لان احنا على مقربه من فصل الصيف، وما ادراك ما فصل الصيف بالنسبه للاتجاهات الساحليه مارتين رينكوم بالخصوص. احنا كنطالبوا دائما بالحمايه والتنظيم والانتظام، حتى من ناحيه نظام العمل، حتى من ناحيه ديال التعريفات العمل، راه اشكالات كبرى مطروحه، والابواب ديال المسؤولين كاملين كنطرقوهم، ولكن باقي ما كاين حتى شي استجابه فعاله. كنحييكم وكنشكركم بهذه المناسبه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم مهني داخل محطه مكناس، الاسم عبد الاله، الصفه ديالي عضو داخل مكتب الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. كمهني داخل محطه ديال مكناس، يعني اضطرينا احنا كمهنيين في الحقيقه، يعني اللي كيخدم في هذا الخط ديال الجيش الملكي خصوصا، احنا كمهنيين اضطرينا باش نعملوا واحد الوقفه على القوت اليومي ديالنا حنايا كمهنيين. حنايا الاخوان مضرورين بزاف داخل هذا الخط هذا ديال مرتين والمضيق. حنايا السلطات جابتنا وعملتنا في هذه المحطه هذه وعطتنا عهودات،
وهاد العهودات هادي يعني حنا حاليا باقي ما شفنا حتى شي حاجه منها، هادي خمس سنين وحنا مضرورين. يعني الله يكون في العون، المهني كيجي في الصباح كيدير اربعة الساعات باش كيعمر واحد 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 الرحله لمدينه المضيق اللي هي المسافه ديالها 13 كيلومتر. وعندنا مشكل هنايا داخل المدينه، يعني بغرط المحطه القديمه كاينه فوضى عارمه، والسلطات كتكون واقفه تما ولا من يحرك ساكنا. وهذا المشكل هذا عينا ما نعانيو عينا ما نغوتو، وما كاينش اللي يحرك هذا المشكل هذا. المهم حنايا كمهنيين خرجنا ندافعوا على القوت اليومي ديالنا، وكنوصلوا هذه الرساله للمسؤولين ديال البلاد يشوفوا لنا الحل. والله يجازيكم بخير والسلام عليكم.